خط الدفاع صداع في رأس جمل بالماضي، هذا أمر يتفق عليه الداني والقاسي. ميدو كيف سيتصرف بالماضي مع هذه المنظومة المفككة والمهترئة لحد الآن؟ نعيد ونذكر، بن سبعيني وجيتون لا يلعبان في نفس المنصب، عطال داخل في أزمة قضائية وأزمة نفسية وبعيد عن المنافسة، العروسي بعيد عن المنافسة، توبا بعيد عن المنافسة ولا يقدم أي مستوى، توغاي بعيد عن مستواه الحقيقي ربما يكون الأقل سوءا، ماندي مصاب، أي تنوري مصاب. يعني عندك مشاكل بالجملة في الدفاع، تقريبا المنتخب بدون دفاع. بدأوا باللعب، بدأوا بتوغاي. توغاي معناها ليا اللي مير ماش تاعو في ليكماسيون دارهم اون كاكسيال غوش، شكرا هذاك هو البوست اللي يحب يلعب فيه ويلقى فيه راحته اكثر. لما يلعب مع بن سبعيني ما يقدرش يلعب بالجهه اليسرى، وبن سبعيني بي اوبوزي يلعب بالجهه اليمنى، يعني بالجهه اليسرى يدافع الجهه اليمنى ما يقدرش، لانه يعني بن سبعيني يساري. وهو لما تشوف المنتخب الوطني لما يلعب هو توغاي، بن سبعيني هو المسؤول على الخروج بالكره، كي نحبوا نخرجوا افيك دي باس كورت يعني بتمريرات القصيره. توغاي لما يلعب محوري على الجهه اليسرى يكون افضل، افضل مباريات مع المنتخب لعبهم في المحور على الجهه اليسرى. يعني وكانك تلغي ثنائيه توغاي بن سبعيني في المنتخب. صعيبه لانه يحبوا الاثنين يلعبوا على الجهه اليسرى. يا كالكو روبار اللي بارديهم واحد فيهم اشاك فوا، اللي هو توغاي البار ان تي بو سي روبار كونتي جوا دغوط. حتى لما تشوفوا في المباراه الاخيره امام منتخب موزمبيق مثلا، صح سور لوم لي بال ايريان سي با انا تاكلينغ ليكتور دو جو مليح، لكن في الكرات هذيك اللي كانت في كل مره تسقط خلف ظهر توغاي وبن سبعيني، اشاك فوا في كل مره يتم ضربنا في ظهر المنتخب الوطني. واليوم المنتخبات اللي تلعب معها في الدور الاول، تحدث عن الدور الاول، نمشيو يعني مرحله بمرحله، فو با فوندغ لا بو دلوغ سافون الكابتيغ، يعني نمشيو الدور الاول وبعدين نبداو نتحدثوا على المنافسين المحتملين. في المباريات الاولى اكيد المنتخب، سواء المنتخب الموريتاني، المنتخب الجنوب افريقيا، ومنتخب انغولا، المباراه الاولى كل هاد المنافسين راح يدرسوك جيدا ويعرفوا نقاط ضعفك ويكتشفوا انه خط دفاعك لما انت تلعب ان بلوك او وتصعد، في كل مره تضرب في تضرب بالمرتدات في ظهر المدافعين، في كل مره كاين خطر. يعني هذه نقطه مهمه ومهمه جدا في دفاع المنتخب الوطني. نروحوا للجهه اليسرى، ايت نوري سي اون فالور سير، العروسي تقدر تلقى دو زاريير غوش كيما هو في الشامبيون بهذا النيفو اللي يلعب به في المنتخب في نادي شيفيلد وفي غيابه عن المنافسه. تدخل الجهه اليمنى عطال اللي انديسبونسابل حتى في غيابه عن المنافسه، قدم مباراه كبيره في الموزمبيق، دائما يكون حاضر لما تبتعد عنه الاصابات، يعني راح يكون كاساسي على الجهه اليمنى. اليوم نروحوا لماندي، ماندي في افضل مستوياته البدنيه والفنيه يقدم لك دوره في المستوى، غير ذلك ماندي وكانه ما عندوش الوسط المعتدل، يا اما ممتاز يا اما يمر جانبا. قليل وين تشوف مباريات يكون فيهم ماندي يعني نص نص في المستوى ويقدم لك مباراه مليحه. نروحوا للمعوض، تحدثنا على توغا، تحدثوا على توبا، هل لا يوجد لا هل من يتابع البطوله الوطنيه خاصه الانديه الكبرى اليوم؟ انا بار اكزومبل اتيتر ديكزومبل جو بريفير بروندر بالعيد اوليو دو بروندر توبا، صراحه من مبدا العدل والمساواه ناخذ بالعيد وما نديش توبا، باسكو بالعيد بريميرمون اكسيال ادروات يقدر يضمن لك اداء افضل من توبا، ولو انه توبا يلعب مدافع محوري على الجهه اليسرى. الور لا، لما يلعب محوري كاريتي، لما يلعب على الجهه اليسرى كظهير ايسر ما عندوش الدعم الهجومي هذاك اللي يعطيه، وشفناه في المنتخب الوطني ما عدا مباراه الكاميرون اللي كان فيها دخل دخول موفق ودخول رائع، ما عدا ذلك بين قوسين نتساءل اين هو المنتخب البلجيكي الذي رفضه في هذا المستوى. لكن لما نروحوا لبقيه المناصب، تحدثت قبل قليل على لوسيف اللي باسوري لي دو بوست، واليوم نشوفه في ايفردون يلعب حتى وسط ميدان دفاعي وسط ميدان روليور ايضا، لانه فنيا جيد ويلعب بالجهه اليمنى ويلعب بالجهه اليسرى. انا جو تروف ان كوم بالعيد الميريت امبلومون داتر في لا ليست تاع ليكيب ناسيونال اليوم، وعنده خبره 27 لاعب افضل من توبا. انا لا اوزع الورود ولا اتحدث بلغه الخشب، اتحدث مباشره. نعم، باسكو دوكا لانتيري سوبرام سي ليكيب ناسيونال والمنتخب الوطني، الا حبينا نروحوا كاس امم افريقيا باش نروحوا لابعد حد ممكن ناخذوا افضل لاعبين، الا رانا حابين نروحوا سياحه واصفار نروحوا هكذا كيما رانا ملاح فور من اجل الخروج من الدور الاول. لكن من اجل الذهاب بعيدا يجب ان تاخذ
افضل اللاعبين بعيدا عن المبدا هذا يلعب في ليتشي وهذا يلعب في اتحاد العاصمه، لا لا هذا يلعب في اتحاد العاصمه وممتاز نديه، هذا يلعب في ليتشي احتياطي فوق 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 العاده، يعني احتياطي سي رون بلاسون افيك راحت لي الكلمه فقط. العروسي على الجهه اليسرى ما يلعبش بتاتا في شيفيلد اللي واحد من اضعف دفاعات في الدوري الانجليزي الممتاز. دونك انا جو برونج واحد جام اللي راهو يلعب مع نوت افضل منهم. لذلك باش نعاودوا نكونوا هذاك الدفاع الصلب، وبخصوص حديث على الدفاع اردت ان اضيف شيء واحد فقط. شكرا على المحاضره ميدو. لا 30 سكوند برك على الدفاع. الدفاع اليوم ماشي اربعه اللي يدافعوا رفقه حارس المرمى، اليوم يدافعوا 10 لاعبين فوق ارضيه الميدان والحارس 11. في كاس امم افريقيا كنا نلعبوا بان بلوك كومباكت كي ديباس با لا لارجور دو 15 متر ولا حتى 20 متر ماكسيموم. هذاك هو البلوك اللي يخليك تقعد في المباراة ويخليك تبو فيرمي لي براش فيت في، لكن التباعد الحاصل في المنتخب الوطني بين الخطوط هذا هو الذي اظهر خط الدفاع هش. واسمحوا لي اذكرك فقط بانه جنوب افريقيا العرب موجوده في مجموعه الجزائر، لما اريد مقاطعتك نلعبوا مع لا قلت جنوب افريقيا قلت موريتانيا وبوركينا فاسو وانغولا. خلاص هاك صحة ميد انا سمعت جنوب افريقيا. اذا واصل الحديث عن المدافعين، عطال لن يلعب لينيس مجددا، هذا ما ذكرته الصحافه الفرنسيه، العديد من الاعلاميين الجزائريين، وبدون شك عطال الذي يعاني الأمرين هناك في فرنسا، مشاكل نفسية، مشاكل قضائية، مشاكل بالجمة تلاحق عطال. طبعا القصة معروفة ولن نعود إليها، من الأفضل له طبعا الرحيل. يوسف عطال نبورتورا بلو لو مايو دو لوجيسيل. أحسن ما يمكن أن يحدث ليوسف عطال هو أنه يغادر هذا النادي الذي لا يستحقه، لأنه يعتبر واحد من أحسن المدافعين على الجهة اليمنى في الدوري الفرنسي، خصوصا وأنه نعي جيدا أنه مدافع عصري يتمتع بالسرعة الهجومية والأهداف الهجومية العرضية أيضا، وخاصة في تحول من حالة هجومية إلى حالة دفاعية، هذا أمر مفروغ منه. والخير فيما اختاره الله أخي يوسف. نعم يوسف عطال على الجهة اليمنى رفقة من في كأس إفريقيا أمين؟ كيتون، ولكن انا كيتون اين يلعب؟ لا يلعب كمهاجم ايمن في ماتش. نعم ولكن الناخب الوطني الجزائري وضع فيه الثقه محمد وجه له الاستدعاء في العديد من المرات. هذا مشكل انك في المنتخب تلعب في منصب وفي النادي تلعب في منصب اخر. نعم نعم قلت لك عطال سيكون هو اللاعب الاساسي طبعا. صحيح ان عطال بعيد عن المنافسه، لكن عطال سيكون له برنامج تحضيري خاص وخبرته مع المنتخب. نعم وخبرته وعنده خبرة في افريقيا وسرعته الحراره محمد. شوف هذا مشكل الاصابات ومشكل عدم مشاركه اللاعبين بانتظام مع انديتهم، تقدر تصحوا بالجرينتا بالحراره لما يلعب اللاعب بالحراره من اجل قميص المنتخب الوطني الجزائري يقدر يدارك هذه الفوارق. لذلك انا متاكد انه يوسف عطال في حال لم يصب لا قدر الله في التحضيرات سيكون هو الظاهر الايمن الاساسي في المنتخب الوطني. هل هناك فرق سرعات على الجهه اليمنى في المنتخب الوطني؟ يعني عطال تلقاه اكثر حماسي، اكثر اندفاع، اكثر مضيّن الى الامام، بينما محرز وفاغولي وكانهما عطال في المباراه الاخيره. في المباراه الاخيره صحيح. في المباراه الاخيره عدم الدعم الدفاعي لكل من سفيان فاغولي ورياض محرز اثر كثيرا على يوسف عطال، الذي وجد نفسه في كل مره يتقدم نحو الامام من اجل الدعم الهجومي يترك فراغ على الجهه اليمنى، وكنا نضرب من تلك الجهه دائما وراء ظهر يوسف عطال او على الاقل في تلك الجهه. اغلب هجمات المنتخب الموزمبيقي كانت على الجهه اليمنى، جهه يوسف عطال. لذلك يجب ان يتم القضاء على هذا المشكل. صحيح ان المباراه الاقصائيه ليست كالدوره المغلقه، لا نتوقع ان نشاهد رياض محرز بدون دعم دفاعي، لا نتوقع ان نشاهد سفيان فغولي ايضا بدون دعم دفاعي على الجهه اليمنى، ولكن على الناخب الوطني ان يصحح هذا الامر.